جملة تكتيكية. عموما ننتظر سفيان الرحيمي يستعد لتنفيذ سفيان، وسفيان المبدعين على طريقة متولي، على طريقة متولي، حتى بطريقة مميزة. نعم، هاي الصورة لهدفي سفيان رحيمي بلمسة الكبار. نعم، هنا يزور الشباك الملالية. رحيمي لم يكن رحيما بمجيد في هذه اللقطة، رحيمي لم يكن رحيما بمجيد في هذه اللقطة. هو سفيان هدف عالمي لفريق عالمي. سفيان رحيمي يفتتح باب التهديف في هذه اللحظات. الرجاء يتقدم. أنا قلت لكم بأن الهدف إذا جاء من كرة ثابتة واحدة، والاختراق لازال موجود، وركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء لفائدة فريق الرجاء. العرقلة هذه المرة، والتمسمان كان قريبا، والقرار من دون أي ارتباك ومن دون أي تردد. زريدة اصطاد، زريدة اصطاد. شوف الإعادة هنا، المضايقة الماضية بالفعل في مضايقة من المعطي العلالي. العلالي يقع في المحظور، وزريدة يتحصل على ركلة جزاء، والراجع عنده فرصة مضاعفة النتيجة. ونحن ندخل العشرين دقيقة المتبقية على نهاية المباراة. هناك التمسماني، التمسماني، ماذا هناك يا التمسماني؟ بوسليم يقول له ماذا؟ بوسليم يقول له ماذا؟ ركلة الجزاء أمام مجيد. زكريا يمشي، زكريا، زكريا الهدف الثاني، الثاني رجاوي عن طريق لاعب وسط الميدان الوردي. نعم، الوردي يضعف الحصة، والمنطق يفرض نفسه لأن الرجاء كان الأفضل منذ بداية هذه المباراة. يأكد بهدف سفيان رحيمي، والثاني من ركلة جزاء عن طريق اللاعب زكريا للوردي. هدفان مقابل شيء، أعتقد بأن فريق الرجاء في طريق مفتوح نحو تحقيق الانتصار، وبالتالي مرتبة رابعة بالتساوي مع نادي الجيش الملكي. هاي الإعادة، الوردي بكل ثقة يتقدم، سدد الكرة في المرمى. هدفان تقريبا بعد الهدف سفيان رحيمي، وقع انهيار تام في المجال. هنا وسط على الجهة اليسرى عز الدين، النقابة، النقابة العرضية، ركلة جزاء. نعم، والحكم يعلن عن ركلة جزاء في هذه اللحظات. التمسماني ماذا يقول؟ لأنه أشار بيده لضربة جزاء. مشاهدينا الكرام، سننتظر، سننتظر القرار النهائي، سننتظر القرار النهائي مرة أخرى. هل سيتم اللجوء إلى الفار؟ هاي الإعادة من جديد للكرة الماضية من هذه الزاوية. صعب الحكم من هذه الزاوية، صعب. ممكن هذه الزاوية المقربة أكثر، صورة مقربة أكثر. هل لمسوا المدافع الرجاوي؟ هل لمسوا سند الورفلي؟ هل لمسوا سند الورفلي؟ الحكم شافي. الصالحي يتقدم، الصالحي يسجل. نعم، هدف تقليص الفارق لنادي الرجاء بني ملال. وشوف هنا، يعني لم يحتفل بالهدف، طبيعي جدا. اولا لانه الفريق لازال منازم، وثانيا لانه احتراما لجماهير الرجاء. وشوف سينا الصالحي وهو يتبادل تحيه مع جماهير فريق الرجاء الرياضي. هدف مقابل هدف واحد لفائده فريق الرجاء الرياضي. لعاده مجددا الحارس في جهة والكرة في الجهة المقابلة. هذه الفرصة الوحيدة لفريق رجاء بني ملال منذ طراق هذه المواجهة. صالحي من علامة الجزاء التي أعلن عنها الحكم التمسماني. هنا بكل ثقة يتقدم الصالحي، ثم يضع الكرة في المرمى، يسجل في مرمى فريقه السابق. إذا النتيجة تتغير، هدفان مقابل هدف واحد. السؤال هل